فلا تزال صور تلك الحادثة الرهيبة مطبوعة في نفوس من فقدوا أحباءهم. التفاصيل مع ماهر الحمداني. أتمنى يعني منيتي بالحياة أنام وأنتهي وأعيش. بكت حتى لم يعد ينزل لها دمعة على فقد 4 أبناء في طرفة عين. أم حسين تقول إنها منذ 20 عاما تعيش على الذكرى، متمنية كل ليلة أن تنام فلا تستيقظ كي تلتحق بصغارها الذين لم تجد من أجسادهم اليافعة شيئا بعد أن أكلتها نيران القذائف الأمريكية الذكية في ملجأ العاملية. أقول لك شيء، ما بنتي يوم 15 قبطت 15 عيد ميلادها يوم 13/2 قتلوها. شو أقول لك؟ أقول لك حسين هو الشمعة بالنسبة لي، يعني شمعة بيتي وابن الكبير 17 سنة قتله 13/2. محمد مصطفى 9/2. ما ندري شنو قتلتنا وليش وشنو ذنبنا احنا. اما ابا حسين فيقول بصلابة الرجل الكبير انه لن ينسى ما عاش خيالات تلك الليلة المشؤومة. باقي بذاكرتك حد هسه تتذكر عن ذيك الليله وتفاصيلها؟ اتذكر ذيك الليله السوداء كانما هسه صايره، يعني كانما هذا الوقت، يعني هالليله هذا تصير واقعه ملجأ العامريه. النار اكلتهم صاروا رماد، ذروا بالتراب. اخذنا المرحوم الله يرحمه حسين للكرخ، دفناه وسويت لهم مقابر رمزيه. كان فجر يوم 13 من شباط عام 91 من القرن الماضي علامة فارقة في تاريخ العراق، فقد قصفت طائرات أمريكية من نوع F-117 الملجأ المصمم لصد جميع أنواع الهجمات حتى غير التقليدية منها، بقذيفتين خارقتين للكونكريت وحارقتين لكل شيء. هذه آثار الدماء، لم يستطع حتى المنجدون أن يقتشطوا لحوم الجثث وما تبقى منها من على الجدران. هذه هنا جثته، لا زالت الدماء ربما حتى بإمكاننا أن نشم رائحة الموت. رحمهم الله جميعا. اليوم لم يعد أحد يذكر أو يزور الملجأ الذي أحيل لمتحف كي يروي وإلى الأبد حكايته عن قسوة الحرب وهمجية واستهتار أمريكا بحياة كل من هم ليسوا أمريكيين. الملجأ ذي الرقم 25 أو ملجأ العاملية، هنا حدث التفجير وهنا قتل أكثر من 1400 شخص، مدنيون، أطفال، نساء، شيوخ. لم يكن ذنبهم إلا أنهم خافوا من الموت، ولكن في الموت سقطوا. ماهر الحمداني، بغداد الفضائية.